اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انتم متعودين معانا كل يوم خميس في ختام هذه الحلقه والفقره بنتكلم في الرؤيه الصحفيه والاعلاميه للاحداث الرياضيه بشكل عام، وبالطبع ابرز حدث في هذه الفتره مباراه الهلال السوداني والاهلي في ختام مباريات المجموعات لدور 16 في دوري ابطال افريقيا. لذلك انا بيشرفني وبينورني الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ خالد الاتربي، رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق. استاذ خالد اهلا وسهلا بيك، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك محمد، نورك ونور ده من قناه الاهلي دايما. في البدايه انا اول حاجه عايز ابارك لك على فوزك بافضل مقال رياضي في اختيارات رابطه النقاد الرياضيين بنقابه الصحفيين للسنه الثالثه على التوالي. الحمد لله. أكيد اختيار موفق، وفي نفس الوقت مقالة كان لها تأثير أو كان لها مغزى ومعنى مهم جدا. الله يبارك فيك محمد. طبعا الحمد لله، يعني أنت بتحاول تجتهد أنك تقدم موضوع ممكن يكون محدش واخد باله منه أو الناس بتغفل الكلام عنه، فبتحاول تسلط الضوء عليه، وده كان عنوان المقال السنة دي اللي كان في المسابقة، والحمد لله تم اختياره ان هو افضل مقال صحفي لسنة 2019. طيب انا هقرا كده تفاصيل المقال بسرعة واتكلم على عنوان المقال. عنوان المقال: السحر الاسود في قدميك. طبعا عنوان المقال متعلق بالاصابات اللي ممكن بتتعرض لها بعض الانديه، لكن لو هتكلم مثلا عن فريق نادي الاهلي المكتوب في المقال: حينما تتكرر اصابات خطيره في نادي كبير مثل الاهلي، فالامر البديهي الذي تتحدث عنه هو البحث عن مسبباتها والعمل على تفاديها، فدرء الضرر قبل حدوثه افضل كثيرا من علاج اثاره. هذا كلام العلم وما تطبقه الامم التي تتمتع بقدر بسيط من الثقافه والتفكير العلمي. أما أن تستبدل البحث عن الأسباب العلمية بالحديث عن أعمال سفلية وسحر أسود فهي مصيبة، بينما الكارثة الأكبر هي أن يردد هذه الأفكار بعض المثقفين. الإصابات المتتالية التي ضربت النادي الأهلي خاصة في الصفقات الجديدة في الفترة السابقة والتي كان آخرها الشاب محمد محمود دفعت البعض للجزم بأن هناك سحرا أسود مخصصا لأقدام اللاعبين، وتم إعداد قائمة باللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي وتعرضوا لإصابات، ليصبح حزن أي عاقل في اليومين الماضيين شعورا مضاعفا. الأول حزن على إصابة لاعب كان ينتظر مستقبل كبير مع فريقه، أما الثاني فهو على أجيال تشوهت فكريا نتيجة الاقتداء ببعض الشخصيات التي كثيرا ما نادت بنظريات السحر والشعوذة وتأثيرهم على الكرة، وبدلا من أن نضحك على واحد أو اثنين صار المشهد عبثيا ومبكيا، فالأمر انتقل للملايين وكأنها عدوى أصابتهم. طبعا بنتكلم كمان في تفاصيل المقال عن وجود كمان دكتور محمد فكري أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، واللي عمل في فترة سابقة طبيب نفسي للاعبي النادي الأهلي في ولاية البرتغالي مانويل جوزيه. مقال مهم جدا، وفي تفاصيل كمان عشان طول المقال بس والوقت، لكن طبعا بتتكلم في جزئية مهمة جدا في هذا الأمر، وهو جزء العلاج النفسي والدور النفسي في كرة القدم. اتكلمنا كتير على فكره في الموضوع ده حتى مع الدكتور محمد فكري وبعض الاطباء، على فكره حتى الاطباء في الجهاز الطبي في الانديه اكدوا كتير على اهميه العامل النفسي او الطب النفسي بالنسبه للاعب الكره على وجه الخصوص، وبالنسبه للاعبين في الرياضات المختلفه على الوجه الاشمل، يعني الوجه الاعم يعني. تمام. لان الموضوع مش رفاهيه ولا هو مجرد العامل النفسي. في ناس فاكره ان العامل النفسي انك تتكلم فيه او انك تعالج لاعب نفسيا انك تقعد معاه وتتكلم معاه وتفضل تشحن فيه، وانت النهارده لازم تكسب والنهارده لازم تحقق ذاتك والنهارده الكلام ده كان زمان، الكلام ده خلص. لان في لعيبه معينه لما تحط عليها الضغط ده بيجيب نتيجه عكسيه، يعني في لاعب بتبدا معاه تتكلم بجرعات معينه من الشحن المعنوي بيجيب معاه نتيجه عكسيه، في لاعب بيحتاج جرعات قليله جدا انك تتكلم معاه والموضوع بيختلف معاه تماما. عشان كده دايما بقول لك الموضوع ده مهم ومهم جدا الفتره اللي جايه، وفضل ليه على فكره مانويل جوزيه، وكان زي ما النادي الاهلي رائد في تنفيذ كل الحاجات اللي بتصب في مصلحه انك تكون الافضل. النادي الاهلي دايما رائد في الحاجات دي، فالنادي الاهلي بدا الموضوع ده من زمان، وكان في المباريات المهمة كان بيستعين بدكتور محمد فكري أو بدكاترة تانية، مش كان دكتور محمد بس، كان في دكاترة تانية برضو بيستعين بيها النادي الأهلي في المباريات المهمة في الأحداث المهمة. كان دايما بيكون كده عامل الطب النفسي ده مهم، زيه زي الناس اللي بتعتمد على التغذية، الدكتور ان يكون في دكتور تغذية في الجهاز الفني، زي انك يكون عندك اكتر من اخصائي للتأهيل، لابد ان يكون في عنصر نفسي موجود يتعامل مع اللاعبين بشكل
في احترافيه شويه. طيب جزئيه كمان متعلقه، انت ربطت موضوع اصابات اللاعبين ممكن بيكون جزء نفسي طبعا، وفي نفس الوقت صعب جدا ان البعض يربطها بسحر او شعوذه او الكلام الفارغ اللي كان بيتقال في فترات طبعًا سابقه. هو المقال ده تقريبا تحديدا يعتبر من سنه او اقل من سنه شويه، هو ده عن مجمل اعمال عام 2019 كمقالات. فهو ده كان تقريبا اقل من سنه شويه، وكان في فتره معينه كده زادت فيها الاصابات تحديدا في النادي الاهلي. فبدا الناس على السوشيال ميديا، يعني ناس يقول لك الارض بيسمعوا وبدات اشوف الناس بتتكلم عن طب ما نشوف الموضوع السحر ده ايه، يعني عارف ده موضوع في حد ذاته مبكي بالنسبه لي لاي حد المفروض يبص، لازم يبص بعقلانيه شويه، لا لازم تسلط الضوء يا جماعه في حاجات تانية غير يعني في حاجات غير الارضيات، غير ارض الملعب، غير الاحمال، غير في انك في لعيبه بتنتقل ليك من انديه مثلا، مش كل الانديه بحجم النادي الاهلي في الاعداد البدني مثلا، في تجهيز اللعيبه، في قدرات اللعيبه، في التحليل نفسه تماما، الحاله النفسيه كمان، الضغوط العصبيه والنفسيه اللي بتبقى اي لاعب على اي لاعب بره النادي الاهلي بتبقى مختلفه عن لاعب النادي الاهلي. عشان كده دايما بتلاقي في بعض اللاعبين الجدد بيجي معظم اصاباتهم بتبقى عضليه، لان وخاصه في الاول ليه ممكن تكون ناحيه نفسيه بالظبط، ضغط عليك، اهتمام جماهيري، اهتمام اعلامي بالظبط. عشان كده بقول لك لابد انك يتم الاعداد النفسي مش في النادي الاهلي بس، في المنتخبات انت ساعات بيبقى في المنتخب الامور متازمه معاك قبل مباراه مهمه، رايح تلعب مباراه بره، احنا هنحس بالتقدم العلمي امتى وندخله في الرياضه امتى؟ ما هو كل مره بندور في نفس العمليه، وعلى فكره مش الطب النفسي بس هو اللي حسسنا او التاهيل النفسي بس هو اللي حسسنا ان في تقدم، لكن في عناصر كتير في 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 الكوره او في الرياضه بشكل عام. الطب النفسي عامل اساسي، بقول لك في عناصر كتير المفروض بص على الاجهزه الفنيه بره، بتلاقي مثلا جهاز، بص على جهاز طب ليفربول مثلا، ده الجهاز هناك عباره عن شركه مش 5 6 7، ده تبقى عباره عن شركه مشروع من خلال المدير الفني. انت هنا بتلاقي مثلا 3 4 يقول لك ايه الجهاز الفني كتير ليه؟ لا الجهاز مش موضوع جهاز فني كتير ليه، كل واحد لابد ان يكون ليه مهام معينه ومهام مخصصه بيتكلم فيها منها الطب النفسي، وانا من اكتر الناس اللي بيتكلم في النقطه دي. طيب تعال نقرب شويه اكتر من مساله الطب النفسي، اللي معانا على التليفون شخصيه طبعا انا بعتز بيها وعرفته ايام وجود مانويل جوزيه في قياده الفنيه للنادي الاهلي، الدكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس. دكتور محمد مساء الخير على حضرتك، وفي ضيافه الاستاذ خالد التريبي بيرحب بيك. الو الو اي يا فندم، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. طبعا زميلي العزيز الاستاذ خالد التريبي معانا النهارده في الحلقه، وكنا بنتكلم على مقال كان ليه دور كبير جدا في ترسيخ فكره ان الطب النفسي ليه تأثير كبير جدا على اللاعبين وعلى الفرق، وكمان في جزئية الإصابات، في التأهيل، في تجهيز اللعيبة، في التعامل النفسي مع اللعيبة. أولا شايف هذا المنظور إزاي؟ والمقالة دي كمان كانت أفضل مقال رياضي عام 2019. طبعا في البداية بهني أستاذ خالد على المقال الجميل دوت، ومش بس كده بشكره على إن هو يعني سلط الضوء على فكره الطب النفسي واهميه الرياضه. اشكرك يا دكتور محمد. وطبعا عشان نتكلم على فكره الطب النفسي، هي فكره حاجه بنسميها المنتال سترينث. منتال سترينث يعني القوه الذهنيه بتاع هذا الشخص. تمام. وعشان مثلا ادي مثال بسرعه ويمكن حاصل في خلال اليومين اللي فاتت دول، فيدرر وهو بيلعب في دور الثمانيه في بطوله استراليا، كان في 7 مرات ماتش بوينت وفي الاخر كسب، يعني بيخسر ماتش بوينت وكسب. تمام. فعشان واحد يقدر يعمل حاجه زي كده لازم يكون ايه؟ لازم يكون مؤهل وقوي جدا. بالظبط. قوي جدا ذهنيا. فهي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. ان ازاي الشخص دوت يستطيع ان هو تحت اي ضغوط هو بيقابلها يقدر يلعب، يعني مثلا اي لعيب كوره ممكن يقابل حد مثلا الحكم يبقى وحش، الجماهير تضغط عليه يبقى مهزوم، المدرب، كل الحاجات دي ازاي هو يستطيع ان هو يتعامل معاها. تمام. دي بالتالي دي بتبقى مواقف وشغل بيعمله المعد النفسي مع اللعيب، ازاي يخليه مع تحت اي ضغوط ما تبقاش تفكيره سلبي، لا بالعكس انا هيبقى تفكير ايجابي واحط خطط جوه الملعب ازاي اخرج من الضغوط دهيت واتعامل معاها.
إذن الضغوط المتعلقة بالناحية النفسية أو القوة الذهنية ساعات أو أوقات بيبقى لها تأثير نفسي على عضلات اللاعب، فبيتعرض لإصابة لو مش حاضر ذهنيا أو مش جاهز نفسيا لخوض المباراة أو لخوض المعترك اللي هو هيشارك فيه. بالظبط. وجوه الموضوع دوت حضرتك مثلا ممكن ياخد قرار اندفاعي فيتعور مثلا، او ذهنه ما يبقاش صافي فياخد قرار غلط. تمام. طيب فبالتالي الاصابات بتزيد. انا النهارده مثلا لما نرجع للمقال بتاع الاستاذ خالد السنه فاتت، كان في بعض اللعيبه الكتير اللي جايه عندنا في النادي الاهلي. وبالتالي اللعيبه دي مش واخده على الضغوط بتاعه فريق بحد النادي الاهلي، وجايه في ظروف صعبه وعليهم ضغوط نفسيه جامده. فكان ده جزء من الموضوع. فكانوا عاوزين ازاي ان هم يثبتوا نفسهم. تمام. طيب دكتور محمد برضو فرصه طيبه وانت معانا، مباراه الهلال والاهلي ان شاء الله في البطوله الافريقيه يوم الاحد يوم السبت القادم ان شاء الله. طبعا اكيد حضرتك متابع الضغوط النفسيه والتصريحات والاهتمام الاعلامي في مثل هذه المواقف، الطب النفسي او الحاله نفسها المحيطه بالمباراه، ابرز الكلام او ابرز الموضوعات اللي ممكن تتناقش سواء من جهاز فني اللعيبه او اللعيبه مع بعضها؟ كويس. بص يعني طبعا انا حقيقي هقول كلام يمكن ناس تزعل مني، بس انا بشفق على اللعيبه بجد. تمام. لان عدم اللعب تحت جماهير لفترات طويله ده بيأثر عليهم جامد جدا. اثر سلبي. طبعا. وبالذات لما بيكونوا بيلعبوا بقى تحت الجماهير والضغوط النفسيه اللي بتبقى بره. ولكن في الظروف اللي زي دهيت اللعيبه لازم تتحلى بقى بالشخصيات القويه، ويبتدي الجهاز الفني يتعامل مع الموضوع دوت، انه يكلمهم ان انا اللي انا عاوزه ان انتوا تسدوا قدامكم كل اللي بيحصل في الاستاد، مالكوش دعوه بيه خالص. انتوا جوه الملعب بس. اوكي، ده واحد. اتنين، انا عاوز اشوف رجاله جوه الملعب، رجاله مركزه وتعمل اللي عليها، وده بقى بيد ربنا سبحانه وتعالى. باذن الله. ويحط لهم مواقف كتيره الفريق كان اتحط فيها تحت ضغوط، وبالرغم من كده قدروا ان هم يتخطوها، يعدوا الضغوط ديت ويكسبوا. تمام. طيب ليله المباراه او يوم الماتش بيبقى يحبذ ان تتكلم في الامور دي، ولا الكلام ده بيبقى في محاضره قبل المباراه بكذا يوم؟ لا، يستحسن ان هو يكون قبل المباراه بكذا يوم. وفي نفس الوقت حضرتك ياكد عليهم على انه لازم يناموا كويس. النوم كويس يفرق. ايوه. في التحضير الذهني والنفسي للمباراه كمان. ايوه، لان لو ما نامش كويس تركيزه هيبقى ضعيف جدا جدا وهيتعب بسرعه. تمام. طيب فمهم جدا النوم. دكتور محمد فكري انا بشكرك، وعايز اقول لك انت شريك في الجائزه مع خالد على فكره، لان سبب رئيسي. ده شرف ليا. ده شرف ليا. واستاذ خالد يعني انسان جميل، وانا يعني بشكركم ان انتوا بتحطوا الافكار دهيت وبتعرضوها، ونتمنى يعني ان نرجع تاني الطب النفسي مع الفرق والمنتخبات في مصر باذن الله. العلم العلم مهم يا دكتور محمد. انا بشكرك، وزميلي خالد الاتريبي بيشكرك. شكرا جزيلا. ودايما ان شاء الله تكون حاضر معانا في اي احداث متعلقه بالرياضه والكوره الفتره الجايه باذن الله. كلام مهم جدا. طبعا جزئيه كمان اللي اتكلم فيها اللي هي انك تقول للاعب ادي اللي عليك وما تبصش للنتيجه، ده مهم جدا. انت بتشيل من على اللاعب ضغوط كبيره. طبعا هو اللاعب مش هينسى الموضوع ان هو عايز يكسب او يتعادل عشان يتاهل، بس فكره انك توصل له انك ادي اللي عليك وقاتل في الملعب واظهر بالشكل اللي يليق بالنادي بحجم النادي الاهلي وبحجم لاعب بيلعب في النادي الاهلي وتقاتل على فرصك في البطوله دون النظر للنتيجه، ده مهم جدا على فكره، ده مهم جدا. وعلى فكره وقصه في التعامل النفسي كمان من ضمن الحاجات خاصه في النادي الاهلي، قصه انك توصل للاعب اهميه وجوده في النادي الاهلي، ده مهم جدا على فكره. وده في بعض اللعيبه ممكن بتستوعب ده في وقت اطول شويه. كمان برضو غياب الجماهير مؤثر. يعني دكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي قال لك غياب الجماهير ده
انا كمسؤول نفسي او متخصص في هذا المجال لا اشفق على اللعيبه. عارف ان في ناس بترد على الكلام ده يقول لك طب ما هو احنا اخذنا الدوري دوري ابطال افريقيا بدون دوري وبدون حضور جماهيري في بعض المباريات ايام الجيل 2012 و2013. ده مردود عليه بحاجات كتير جدا. مردود عليه ان كان شخصيه اللعيبه الموجوده ده مش تقليل من شخصيه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لكن هو جيل باكمله. جيب باكمله لو بصيت تشوف شخصيه اللعيبه دي لا مختلفه تماما. شخصيه اللعيبه اللي موجوده اللي كانت في 2012 و2013 دي كانت شخصيه اتبنت على مدار فتره طويله جدا، وكان في انسجام كبير جدا بينهم، ولعبوا في مباريات، وعايز اقول لك ان كانوا بيأدوا خارجيا افضل من داخليا كمان، يعني بيأدوا تحت الضغط الجماهيري الخارجي. كانوا بيكسبوا في نتائج بره مصر بشكل كبير، حتى النهائي 2012 كان بالظبط في مصر في تونس. الوضع مختلف والقياس مختلف، ودايما بقول لك لما تحب تعمل قياس على حاجه اعمل القياس بين حالتين متساويتين او في الكفة متشابهتين في الظروف. ما ينفعش تجيب حاجه كانت في ظروف مختلفه وتقول طب ما انت تعمل دي زي دي. القياس هنا مختلف، وما ينفعش انك تقيس حاجه كانت في ظروف غير الظروف الموجوده. أكيد. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان الضغوط الموجوده او الملقاه على عاتق لاعبي النادي الاهلي تكون حافز اكبر ما هي تكون مكتفاهم في الملعب ان شاء الله باذن الله. طيب ندخل بقى في الرؤيه الصحفيه والاحداث اللي الصحافه اهتمت بها ازاي خلال الفتره الاخيره ومباراه الهلال والاهلي. الفتره الاخيره السوشيال ميديا وبعض الموتورين كان ليهم تأثير في بعض الأحيان على فكرة الحضور الجماهير على الأجواء الجماهيرية، لكن الحمد لله قيادات الأهلي وقيادات الهلال المسؤولين في مصر المسؤولين في السودان كانوا على قدر الحدث ولحقوا بسرعة نبذ هذه الأفكار السيئة واللي ليها أهداف قد تكون أهداف سياسية أهداف غير رياضية، لكن في النهاية هيتم توفير التأمين الكامل للبعثة، إحاطة المباراة بروح من العوامل الرياضية. كان معنا صحفي من جريدة الجوهرة السودانية واتكلم كمان على وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثة والشعبية الكبيرة ليه هناك في السودان من الجماهير السودانية. رصدت كل ده إزاي والاهتمام الإعلامي والتأثير الإعلامي كمان على الجمهور خلال 48 ساعة الجاية؟ بص أنا واحد من الناس لما شفت الفيديو اللي هو كان فيه اللي انتشر بشكل كبير ده كنت في ناس كتير قلقت من الموضوع وقلقت من القصة دي وقصة الفيديو والطريقة اللي كان بيتكلم بيها، لكن أنا شفت الموضوع بشكل مختلف تماما. شفت الموضوع إن هو بيصب في مصلحة النادي الأهلي، لأن لما تلاقي واحد بيتكلم بالشكل ده لو كان فيه اهتمام بنسبه 80% ببعثه النادي الاهلي في السودان هيكون بنسبه تعدى ال 100%، لو في نسبه تعدى في 100% هيكون. انا شايف ان ده او الفيديو ده او بعض الحاجات المشابهه كانت جرس انذار ان الاهتمام بالمباراه سواء على المستوى الاتحاد الافريقي او حتى لما طلع امبارح تصريح وتاكيد ان كان في اتصالات بين الكابتن محمود الخطيب واتصالات بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واتصالات مع السفير المصري في السودان والتاكيد في الخبر ان كان في تواصل من ثلاث اطراف وان اتحاد الكره كان متدخل او متداخل في الموضوع عن طريق المخاطب الكاف والتاكيد على ضروره التعاون مع المباراه بشكل مختلف. كل ده كان بيدي دلائل وبيدي رسائل لينا، وخد بالك اللعيبه كمان، يعني اللعيبه مش منفصله عن اللي بيحصل، سامعه وحاضره وشايفه. السوشيال ميديا ما خلاش كل الناس بقت بتعرف كل اللي بيحصل في كل التوقيت في كل وقت، واللاعب انسان في الاول وفي الاخر بيدخل ويشوف الدنيا ماشيه ازاي. فقصه ان كل ده او كل الرسائل الاطمئنان دي توصل له، وقبل كل ده بقى وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس للبعثه في التوقيت ده كان اهم رساله للعيبه ان ما تخافش، مفيش اي حاجه هتؤثر على حظوظك جوه الملعب، وده اللي احنا بنقوله للاعب. محدش هينزل لك ارض الملعب ال 90 دقيقه بتاعتك انت، محدش هينزل لك ارض الملعب. سيبك حتى لو كان في اجواء جماهيريه مشحونه، ولازم تكون عارف واخد بالك انك بتلاعب فريق ليه حظوظ في التاهل وبيلعب على ارضه وسط جمهوره، بغض النظر بقى الملعب مليان الملعب انت حط في اعتبارك انك هتقابل ضغط جماهيري كبير طبعا وكبير جدا. حط في اعتبارك انك محدش هينزلك الملعب، وده انا باكد عليه في كل مكان بتكلم فيه او كل وقت بتكلم فيه، محدش هينزل الملعب من الجماهير خالص، وحتى لو نزل انت مستفيد. صح، ميدانك هو الملعب، انت قدامك 90 دقيقه
اطلع او اظهر بالشكل اللي يليق بيك، اللي يليق بالنادي الاهلي، اللي يليق بالشغف اللي موجود عند الجماهير، اللي يليق انك ما ينفعش باي حال من الاحوال تفكر او يجي في خاطرك كده انك هتخرج من البطوله. مستحيل، مش متاح، مستحيل، مش مطروح، مستحيل، مش مطروح بالنسبه لك ولا بالنسبه لنا. قد يكون انك تتقبل ده، وده وارد، تقبل ده، بس لو لقيت اللعيبه بتاعتي، لعيبتي ما سابتش او ما بخلتش بنقطه عرق واحده في الملعب. تمام؟ الكوره وارد فيها كل النتائج، وانا دلوقتي ما بمهدش ولا، بس لو عندك روح وعندك تحدي واصرار هتكسب. وعملت مباراه 90 دقيقه هتكسب، او لو كل حاجه في معاك بس انت عملت كل حاجه. كل النجاح ليه اسباب. تمام؟ لو خدت باسباب النجاح اكيد هتوصل، لكن دي كوره في الاول وفي الاخر، ده مش تمهيد لحاجه، لكن انا بقول لك زي ما الدكتور محمد قال، قاتل في الملعب واعمل اللي عليك وما تستناش النتيجه، النتيجه ربنا هو اللي هيديها لك. لما ربنا يشوفك اكيد مجهودك اكبر من مجهود الفريق المنافس، مجهودك اللي اتسلب منك في مباريات انت كنت المفروض تكسب فيها. ما خد بالك ربنا ساعات احيانا كتير بيعوضك في اوقات عن اوقات انت كنت افضل فيها وما كسبتش. يعني قد يكون يجي تعويض ليك عن مباراه النجم الساحلي الاولى في مباراه الهلال السوداني، ليه لا؟ تمام؟ كل شيء بيبقى عند بيبقى وارد، كل شيء اكيد بيبقى مكتوب وليه رساله معينه. بالظبط. فانت كل الرساله اللي لازم توصل لك، انت بتلعب في نادي ما بيقبلش الخساره ولا بيقبل حتى التعادل. طيب الوعي بقى، لان الفتره الاخيره الحمد لله كان في ناس كانت مسؤوله او ناس على المستوى الاعلامي كان ليها دور ايجابي جدا في نشر الوعي ما بين الجماهير، خاصة الجماهير السودانية في التوقيت الحالي، وكانت دايما رسالتنا لكل الزملاء في الإعلام هناك في السودان، صحافة ومواقع وتلفزيون، إن هم يبقى في وعي إيجابي للجماهير، حتى لو في جزء من الألتراس أو من الجماهير بتحاول تعمل مشاكل أو تعمل أزمات، السمة الغالبة هي اللي بتعبر عن طبيعة وجماهيرية نادي الهلال بشكل حضاري جوه الملعب. تأثير ده من خلال الإعلام على الجماهير في الـ 48 ساعة الجاية، إيه المطلوب؟ وهل الإعلام المصري أيضا شريك وله دور إيجابي في ده؟ بص هنتكلم في الموضوع ده من شقين. الشق الاول، انا شايف البطوله دي تحديدا النادي الاهلي على المستوى الاداري بقى، على المستوى الاداري بيحاول يتلافى بعض الاخطاء او بعض الحاجات اللي عطلتك السنه اللي فاتت واللي قبلها انك تكون بطل افريقي. بمعنى لما حصل ضغط او اخطاء تحكيميه قد ترتقي لحد التعمد في مباراه النجم، ظهر النادي الاهلي بشكل مغاير عن اي وقت قبل كده. دي الناحيه التحكيميه. اول ما ظهر حاجات قد تقودك لنهائي زي نهائي مثلا الترجي والاجواء المشحونه والناس اللي حاولت تشعل الامور بين جماهير الناديين، كان التحرك في كل الاتجاهات، سواء في الاعلام او على المستوى كل الـ سواء وزير الرياضه، سواء في تونس مباراه الترجي. طبعا النادي الاهلي اول ما حس ان في شراره بتظهر في الموضوع، بدا كل اتصالاته على كل الاصعده، وبالتالي تم اخماد الموضوع قبل ما يتطور، ودي كانت مهمه جدا. عشان كده بقول لك النادي الاهلي المره دي كل الاحداث اللي حصلت. طبعا المره دي انا بتكلم على المره دي. انت بتتكلم على المره دي؟ على المره دي. يبقى مباراه الهلال مش الترجي. ايوه انا بقول لك النادي الاهلي شاف اللي حصل، شاف اللي وتصاعد الاحداث في مباراه الترجي. تمام، زي احداث مباراه الجزائر واحداث كتيره. تمام. فبدا اول ما في حاجه زي كده بتحصل بدا يتعامل معاها بمنتهى الجديه. مزبوط. زمان كنا بنقول احنا كده خليني اقول لك بصراحه، حتى الاعلام نفسه، احنا اشقاء ومستحيل يحصل بينا حاجه، وتروح بتلاقي جحيم. ده كان الاول التعامل مش من النادي الاهلي بس، كلام على مستوى الرياضه المصريه كلها. فاصبح الامور لا، لابد ان هي تاخد زي ما حصل كده بالظبط، اتصالات على جمال اسعده، لا انا عايز امن لعيبتي، انا عايز امن البعثه، لازم الاتحاد الافريقي يكون شايف واعي لازم كل اللي حصل. عارف المراقب الكيني كان موجود، مراقب امني لمباراه الهلال والنجم الساحلي، فبالتالي عاش الاجواء وعارف الظروف واجواء الملعب والظروف المحيطه. الاتحاد الافريقي اسند له مجددا كمراقب امني وعارف كل الاجواء المحيطه دي، انه يكون مراقب امني ومسؤول امني عن مباراه الهلال والاهلي. مش انا بقول ده، ان ده اللي يدل على ايه؟ ان الاتحاد الافريقي عايز حد او عايز ناس عندها خبره في المكان، عندها خبره بالاجواء،
وفي نفس الوقت يقدر يفرض الامن على كل المسؤولين الموجودين واللي منظمين المباراه. زي ما بقول لك، ما هو ده وعمل اجتماع مع المسؤولين على المباراه واللجنه المنظمه اول امبارح. ده نفس الاتجاه اللي احنا بنتكلم فيه. النادي الاهلي مش شرط انك تطلع تعترف اني اخطات، مش شرط، عادي. لكن لما كل افعالك بتبين ان بتدارك اي شيء ممكن يعطل مسيره الفريق، اهلا وسهلا، شكرا، شكرا انك بتعمل ده. في ناس او في مسؤولين بيطلع يعترف بالغلط ويكرر الغلط ويقع فيه مره واثنين وثلاثه، وفي واحد يقول لك انا هتعامل مع الغلط، وبلاش نقول انه غلط، هتعامل مع شيء تم اغفاله او ما اديناه، ما خدش الحجم اللي كان المفروض ياخده. لا، دلوقتي زي ما بقول لك، النادي الاهلي في ملف التحكيم من اول خطا حصل انا موجود، انا مش هسيب خطا زي كده قد يصل الى مرحله التعمد يحصل. بزبوط. مش هسيب اي حاجه تؤثر على مسيره فريقي، سواء بقى شغب او تهديدات او لا. النادي الاهلي مشي في كل الاتجاهات اللي تامن مسيره الفريق، سواء من لحظه الوصول حتى ان شاء الله لما يوصلوا باذن الله فايزين على الهلال ومتاهلين كاول مجموعه باذن الله للمران. فوز الهلال على بلاتينيوم وفوز الاهلي على النجم الساحلي، الاعلام تعامل مع المباراه القادمه كانها مباراه خلاص تحديد المصير، والفايز او يعمل نتيجه كبيره هو اللي هيتاهل. هل الاعلام ادى المباراه اكبر من حجمها، ولا ده بجد هو ده حجم المباراه وقيمه المباراه، سواء على المستويين، سواء احنا في مصر او في السودان؟ لا لا، هو ده حجم المباراه حقيقي. هو ده حجم المباراه. هتاهل اللي هيكسب هيتاهل، اللي هيعمل نتيجه ايجابيه هيتاهل. لا اللي هيكسب هيتاهل. النادي الاهلي، طب ما النادي الاهلي ممكن لو تعادل هيتاهل بالظبط. انما لا، مباراه تاهل، مباراه تعتبر مباراه اقصائيه، اللي هيكسب هيتاهل وحيده، لان كل الماتشات اللي هيكسب خلاص اتعرفت، اللي هيكسب هيتاهل. خد بالك، هي المجموعه كلها، المجموعه كلها لم تحسب. تمام، لم تحسب، يعني ما ممكن، مفيش حاجه مستحيل في الكوره طبعا. بنسبه 99% النجم خلاص تاهل، لكن مع بلاتينيوم زي ما بقول لك. لكن في النهايه لا، المباراه واخده حجمها الطبيعي بين واحد من اكبر انديه السودان وواحد من اكبر انديه القاره النادي الاهلي، فطبيعي انك ومباراه مؤهله، مباراه تعد مباراه اقصائيه، فبالتالي لا، لازم تاخد الحجم ده، ولازم الاهتمام يكون بيها بشكل كبير. انا شايف ان في الرياضه المصريه الفتره دي او ال 48 ساعه اللي جايه لا صوت يعلو على صوت مباراه الاهلي والهلال السوداني. دور الاعلام الرياضي في مصر، وهل الاعلام الرياضي في مصر بقى اصبح ليه تاثير ايجابي في مثل هذه الاحداث الكبيره؟ بيسمع بره، السودان مهتمه باللي بيكتب هنا في الصحافه المصريه، لان كمان الصحافه المصريه اصبحت او الاعلام في مصر اصبح رد فعل مش فعل. بص، أنا دايما بقيس الموضوع زي ما أنا بشوفه هناك أو بدور عليه هناك، أكيد هو بيدور عليا. لكن فكرة هو أنا لما بدور عليه باخد منه إيه، وهو لما بدور عليا بياخد مني أنا إيه. تمام، هي دي الفكرة. هل إحنا بنصدر فكرة المساندة بس أو التهدئة؟ لا، أنا ما شفتش مثلا في الإعلام الفترة اللي فاتت، مع احترامنا الكامل يعني لكل الكتاب وكل النقاد يعني وكل الاصوات اللي بتطلع في التلفزيونات، على الشات يعني، ما شفتش محاولات للتهدئه بالشكل المطلوب. يمكن الناس واخدها من منطلق لا، مش عايزين ندي الامر اكبر من حجمه، وان الموضوع مش زي ما الناس متخيله، او تم تصويره من فيديو او اثنين او ثلاثه من بعض الخارجين، فلا عايزين نخلي الامور زي ما هي. مباراه بين شقيقين، هتكون مباراه في الملعب فقط لا غير، والنادي الاهلي مرحب بيه. ده قد يكون هو اتجاه النقاد او اتجاه الاعلام، او ما ادوش الامر حقه. كل ده يبان. خد بالك، احنا لحد دلوقتي بنتكلم بس حتى في القضايا، يعني حتى مش بتكلم على مباراه الهلال والاهلي، انا بتكلم بشكل عام في القضايا. الفتره الاخيره كانت في قرارات كتيره جدا بتحصل في الاتحاد الافريقي متعلقه بحق الانديه المصريه في البطولات، مش حق النادي الاهلي بس. مش هتكلم على الانديه الثانيه واخده بالها او مش واخده بالها، بس انا بتكلم على الاعلام. الاعلام نفسه ما بقاش يناقش القضايا، ما بقاش ياخد باله من التفاصيل الصغيره اللي بتحصل اللي ممكن يكون لها تاثير ايجابي على البطوله. يعني اقول لك على مفاجاه النهارده. النهارده الرجاء المغربي بدل اثنين لعيبه في القايمه. النجم الساحلي عنده الحق انه يبدل اربعه. الترجي عنده الحق انه يبدل ثلاثه. الوداد عنده الحق انه يبدل ثلاثه. تيجي تبص للاعلام في مصر، ما حدش بيركز على التفاصيل دي، ما حدش بيهتم بفكره الاخطاء التحكيميه الفجه اللي بتحصل في الماتشات الافريقيه. رايحين في سكك حتى الشحن الجماهيري، او حتى فكره انك توصل رساله ان الجمهور ممكن يسافر. لا، ما تمش تعامل معاه بالشكل المطلوب ده مع اي حاجه. ما تمش تعامل
والله دي حاجات يعني قصه برضو الاستسهال دي موجوده. يعني احنا يعني ما بنقش اللوم او بنقول للناس انك بتستسهل في الشغل، لكن ال عارف انت اللي هو التركيز اكتر بشكل محلي، مع ان المفروض ان المنتج المحلي مش بالاهميه دي. يعني قصه التركيز قوي على منتج الدوري وكل الاخبار اللي بتهمه او بتهم الناس فيه، هو المنتج اللي طالع في النهايه ما يستاهلش كل الاهم، مع احترامي كامل للدوري طبعا، بس هو ما يستاهلش كل الاهميه اللي انت بتديها لها في معترك اهم واكبر، وسايب حاجه مهمه جدا ان هو مثلا مباراه زي مباراه الاهلي والهلال السوداني، لو دورت على الاخبار اللي بتتناولها او كمان الاخبار اللي انت قلتها الاستبدال والقيد والحكام مفيش. طب هل حد دور مثلا مين اكتر نادي استفاد من موضوع الاستبدال؟ محدش بص لده. مين اكتر وخلاص مين صاحب قرار الاستبدال؟ ما هو بص، لو انت شفت مين اكتر نادي استفاد من الاستبدال هتعرف على طول مين اللي كان وراه، هيبان. يعني لو لقيت نادي مثلا بدل خمس لعيبه مثلا او ايا كان، ايا كان العدد، اكبر نادي هتلاقيه مثلا هو هتلاقيه من تونس او المغرب عامه. هو الاستبدال لغايه دلوقتي انا شايفه في الاتجاهين دول بس، تونس والمغرب. هات لي نادي تاني عمل ومفيش. فكره كمان الشحن الجماهيري، يعني انا فاكر في 2008 لغايه 2012 لما كنا بنشوف الصحف القوميه حتى او المواقع الالكترونيه الشهيره اللي بتتكلم على المباريات الافريقيه، كانت دايما بتعمل احداث متعلقه بسفر الجماهير الى الدوله اللي ممكن النادي الاهلي يسافر فيها يلعب ماتشات افريقيه او ماتشات عربيه. طب انت ما بقتش دلوقتي حتى حاله دلوقتي ان انت تهتم بالموضوع الحضور الجماهيري او سفر الجماهير. انت دلوقتي اتكلمت عن موضوع الاعلام والتناول الاعلامي، كان الاستاذ حسن المستكاوي في الشروق عمل مقال اسمه مشروع الكره المصريه الغائب. بس حسن المستكاوي وانا بشوف المقال وانا طالع المقال في نفس التوقيت اللي هو سال فيه سؤال، قال فيه نقول ذلك، وهو بيقول نقول ذلك طبعا هقول لك الكلام اللي قبله، بس هو بيقول نقول ذلك منذ سنوات. انا وانا بشوف المقال بدات اسال السؤال، طب ما هو نفس الكلام بنقوله، ايه اللي بيتغير؟ هل ممكن تناول الاعلام ملل؟ يعني عدم تناول الاعلام لبعض القضايا ملل؟ ملل من كتر ان انت عمال تقدم حلول وبتلاقي نفس النتيجه واحده؟ قد يكون الاعلام اساسا ما ناقش القضايا نفسها مشكلتها فين عشان يحط الحلول. يعني لو قلت لك الاستاذ حسن المستكاوي بيقول ان قياده حسام البدري للمنتخب لم تبدا عمليا، هو شايف بيتكلم ان الظروف اللي كانت محيطه بالمنتخب، ده بيحكي وجهه نظر الكابتن حسام البدري. تمام. وبيسال سؤال مهم جدا، ان الكابتن حسام البدري لما الدوري وقف 40 يوم، كابتن حسام بدري طلع اشتكى وقال اللي حصل في المباراتين التصفيات افريقيا كان بسبب توقف الدوري. ثم الكابتن حسام ده هو في المقال، ثم الكابتن حسام بدري بيقول انه عايز يوقف الدوري. فحسن المستكاوي بيسال هل ايقاف الدوري وتعطيله ينقذ المنتخب؟ هل تفعل كل الدول التي تملك سياسه صحيحه وصحيه ذلك فتوقف المسابقات المحليه من اجل المنتخب؟ وهل الدوري وسيله اعداد اللاعبين ام وسيله تسلب من اللاعبين مهاراتهم؟ تمام، ما هو كل شويه يطلع يقول لك الدوري وقف تسبب في ازمه ليه، ثم كابتن حسام يطلع يقول انا عايز اوقف الدوري. فهو بيسال نفس السؤال هو وكمان بيقول الا ترون حاله الكره الانجليزيه، فكيف يملكون اقوى دوري في العالم واكثر مسابقه ثريه وغنيه وفي الوقت نفسه بداوا متاخرين مشروعهم لانقاذ المنتخبات، ففاز فريق الناشئين والشباب ببطولتي كاس العالم لاول مره في التاريخ الانجليزي عام 2017. هو قال كمان القضيه ليست كوبر او اجيري وليست الجوهري او حسن شحاته، وانما تعريف الكره المصريه. هنا بقى لب القضيه، تعريف الكره المصريه وسيكون من اولويات مشروع اي اتحاد. هل كل هذا الذي سبق بجوار المنتخبات الوطنية، هل كل هذا تم بلجنة فنية؟ الراجل بيقول هات اتحاد كورة جه من ساعة ما الكورة اتعملت لحد النهاردة عنده مشروع. طيب ادي رؤية إعلامية اتقدمت من الكابتن حسن او الاستاذ حسن المستكاوي متعلقة بالكرة المصرية. استنى بس، قال لك نقول لذلك منذ سنوات، والواقع ان الاتحادات المتعاقبة على الجبلية لم تضع مشروعا حقيقيا متكاملا، ولا يوجد تعريف دقيق للكرة المصرية. فيوم يفوز المنتخب بكاس افريقيا يقولون ان الكره بخير، وحين يخسر المنتخب بطوله او مباراه يقول الراي العام والخبراء ان الكره بحاله سيئه،
وهذا ليس دقيقا وليس صحيحا. منذ عقود طويلة لم يضع أي اتحاد لكرة القدم مشروعا فنيا مدروسا وطويلا وعميقا للكرة المصرية. إصلاح مسار الكرة المصرية، راجعوا التاريخ فسترون هذا التعبير، إصلاح مسار الكرة المصرية. ده تعبير دارج دايما في كل قضية. هات لي بقى، وعلى فكرة الكلام ده احنا قلناه، وكابتن حسن مسكاوي برضو بيقول احنا قلناه، ومش هو بس اللي قاله، كل الإعلاميين قالوه قبل كده، وكل النقاد الرياضيين قالوه قبل كده. فين الحل؟ انت بتسألني ليه الإعلام ما بيسلطش الضوء على بعض القضايا؟ ممكن يكون بسبب حالة الملل من كده فعلا. بس دي قضية او دي مشكلة داخلية، بمعنى يعني دي مشكلة متعلقة بالكرة المصرية في حد ذاتها، امتى تكون متطورة، امتى تكون على قمة. محمد ما تقنعنيش اني هسيب حالي الخرب والتعبان وبمشاكلي، والفار هطبق ولا مش هطبق، واللايحة بتتفصل لمين وبتتفصلش لمين، واتحاد الكرة بيجامل مين وما بيجاملش مين، وعايز يراضي مين وما يرضيش مين، وهروح اشوف مين نادي دلوقتي. ما برضو او ابص على القضايا الخارجية بشكل عام. طب ما هو انا معلش الامور هنا زي ما بيقولوا كده صعبة، صعبة جدا، صعبة جدا ودسمة من ناحية المشاكل والأزمات. دايما عندنا المشاكل والأزمات. كابتن حسام البدري من ساعة ما تولى، انت عايز تحط عنوان انشغال الإعلام بالقضايا الداخلية اهم، صرف النظر، لا مش اهم، لا لا اهم، صرف النظر عن التركيز في القضايا الخارجية. أنا مش هدور اللي ممكن يكون لها تأثير على الكرة المصرية والأندية المصرية. عارف انا هبدأ ده العنوان. طبعا طبعا الانشغال بالقضايا الداخلية حتى لو قضايا تافهة. طب خلينا احنا نتكلم كإعلام، واقول لك الكابتن حسام البدري امبارح طلع بتصريح، هقول ايه تفاصيله، لكن الكابتن حسام البدري من وقت ما تولى الإدارة الفنية للمنتخب حتى الآن لم يظهر تصريح للكابتن حسام البدري متفائل خالص. كابتن حسام البدري دايما متشائم، دايما مصدر لنا الصوره السوداء. يمكن في النهايه عايز يدينا الصوره اللي تبقى مفاجاه للكل. كابتن حسن شحاته عملها في بوركينا. لا بس مش كده، اديك الصوره السوداء ازاي. يعني مثلا كابتن حسام البدري بيقول لك انا كان دايما عندي مشكله في الهجوم. يا كابتن حسام مش كل ما هتطلع، بص مدرسه الواقعيه مدرسه محترمه جدا جدا، لكن طب ما انت ممكن تقول، طب اقول لك على حاجه، انا ما شفتش مثلا كابتن حسام البدري امبارح بيتكلم على في تصريحاته على سعادته بالهدف القاتل اللي سجله تريزيجيه، وازاي ان ده معنويا بيتقل لعيب مهم جدا عندك في المنتخب. كابتن حسام البدري امبارح كان منشغل انه يتكلم هيحل ازاي الازمه الهجوميه. ما شفتش كابتن حسام البدري برضو بيتكلم عن ان مروان محسن، وان اختلف عليه البعض انه بقاله فتره 4 أو 5 مباريات بيرجع لمستواه. واحد زي مصطفى محمد بيقدم مستويات كويسه، يعني ده برضه حلول. يعني اطلع قول لي كده، اطلع قول لي ان ده كويس، ما تطلعش تصدر لي دايما الازمات، ودايما ما توصلش للناس احساس انك بتقدم شماعات يا كابتن حسام علشان لو حصل في الامور امور تبين انك ما كانش بايدك. لو سمحت انا عكسكم ومتفائل. انا متفائل جدا، واتمنى ان يكون على نفس السياق بتاع كابتن جوره الله يرحمه لما كنا رايحين بوركينا فاسو، ولا كان هناخد المركز 13. لا بس خد بالك، انا فجاه المنتخب خد البطوله. لا بس خد بالك، ده مش تفكير كابتن حسام. تفكير كابتن حسام اللي هو اللي قلت لك. انا بتمنى هو اللي قلت لك عليه. انا ما بهاجمش كابتن حسام، انا بهاجم او مش بهاجم، انا بقول او بفند اراء. انت بترصد الكلام اللي انت شايفه. هو يهدى كده مع نفسه ويقعد يطلع المداخلات اللي اتكلم فيها من وقت ما تولى الاداره الفنيه للمنتخب تمام لحد النهارده. لو جاب لي مداخله واحده متفائل فيها انا ممكن اطلع اقول له انا غلط يا كابتن حسام. طيب ارجع بقى للحديث عن مباراه الهلال والاهلي، ودايما احنا بنتكلم على الاعلام لان احنا رصدنا فكره الاعلام ودور الاعلام وتاثيره، ورحنا لقضايا ممكن تكون متعلقه بالكره المصريه، لكن انت حطيت عنوان مهم جدا ان فعلا انشغالك بالقضايا الداخليه ممكن يكون ليه تاثير سلبي عليك، فمش قادر تخرج وتفكر وتناقش وتشوف كواليس القضايا الخارجيه. بالظبط. طيب مباراه الهلال والاهلي، الاعلام خلال ال 48 ساعه الجايه ممكن يشوف المباراه باي منظور، وتأثير الإعلام بعد المباراة نفسها حسب النتيجة. أنا ممكن أقول لك على بعض العناوين اللي ممكن تتعمل لو لا قدر الله مثلا الأهلي حصل أي نتيجة غير الـ غير الـ غير الفوز أو التعادل. طب خلينا في ال 48 ساعة اللي قبل. اللي قبل اللي قبل طبعا، لا هو دور الإعلام كله بغض النظر عن أي حاجة، دور الإعلام هو في المفروض يكون إعلام كاشف، كاشف اللي هو بيبين أو يساعد الأجهزة الفنية، وأعتقد إن ده مبقاش موجود قوي. يعني زي ما قلت لك الانشغال بالقضايا الداخليه
طغى شويه على الاهتمام بالجانب الاخر، اصبح دايما انت بتدور على مين مصاب في النادي الاهلي، مين المكافئات، مين النهارده اتعور، مين هيلعب، مين كده. انما ما حدش يبص هناك مثلا كتير كتير بتقرا تقديمات. احنا عندنا كل المباراه عشان بس نعيش المشاهد معانا، كل المباراه ليله المباراه انت بتعمل حاجه اسمها تقديم للمباراه، تقديم الماتش، بتكتب فيها النادي الاهلي مين اللي غايب عنه ومين اللي موجود معاه، فايلر مثلا مدير في النادي الاهلي بيفكر يلعب بمين، التشكيل المتوقع. لو مسكت بعض التقديمات كتير جدا في وسائل الاعلام المصريه هنا ممكن تلاقي تدور في الموضوع كله وما تلاقيش كلمه عن الفريق المنافس. طب ايه ذنب القارئ مثلا انه عايز معلومه او اثنين او ثلاثه عن النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي بيلعب في افريقيا؟ هيقابل مين؟ ايه الغيابات اللي عنده؟ طب المدير الفني بتاعه بيقول ايه على مواجهه النادي الاهلي مثلا؟ زي ما بقول لك اصبح في تهميش لدور الاخر، مع ان انت لو ركزت شويه في الموضوع، لا انت لو مش هتفيد الفريق بتاعك هتفيد القارئ، وده مهم، ده مهم جدا بالنسبه للمهنه بشكل عام يعني. بس فهو الاعلام طبعا مهتم اهتمام، مفيش زي ما قلت لك لا صوت يعلو على صوت مباراه الاهلي والهلال، لان بكل ما تحيط به المباراه، لا سواء اجواء جماهيريه سواء فرص تاهل، فرص التاهل طبعا طبعا. طيب الحكم المغربي برضه الاهتمام الاعلامي ورصد هذه الجزئيه تحديدا، سواء حتى من زملائنا في الصحافه السودانيه، رد الفعل حتى هنا من الاعلام في مصر او الصحافه في مصر على هذا الموضوع؟ لا ما كانش فيه رد فعل. هو دايما بعض الانديه بتلجا لفكره ان هم يعترضوا على التحكيم بشكل دائم عشان يضع ضغوط على الحكم، ان هو عايز يثبت للفريق اللي بيشتكي او اللي يقول ان الامور بالنسبه له مش هتبقى مظبوطه، عايز يثبت العكس. قد يكون الاثبات ده ضد الفريق الضيف مثلا او ضد الفريق المنافس، ويكون بقرارات عكسيه وبقرارات ظالمه. في ناس بتشوف ان ده طريق ممكن يتاخد على او الضغط بيه على الحكام. في النادي الاهلي تعامل مع الموضوع بشكل ان هو قال يثق في التحكيم ويثق في قدره التحكيم على الخروج بالمباراه. لان الاهلي لما اشتكى بيشتكي حكم بوقائح. لا ده مش بوقائح، ده اشتكى حكم بعد ما فاض بيه الكيل. طبعا. لا بعد ما فاض بيه الكيل طبعا. يعني مثلا اسم بكاري جسامه ده اتقال بعد 3 4 ماتشات، خلاص بقى بان لك ان ده فعلا بيحجم وليه تاثير سلبي. طبعا حكم خطا في تطبيق القانون، لكن حكم ممكن مباراه واحده ما يحسبليش ضربه جزاء، استنى اشوف مباراه ثانيه وثالثه. وارد، بتبقى وارد، لكن الاهلي ما بيشتكي اللي بجد بيبقى فاض بيه الكيل. لكن فكره ان المنافس يصدر لك موضوع ان بيعترض على الحكم، ممكن كلها تاثير بقى نفسي، تاثير سلبي على الحكم، عايز يحيد الحكم يعني. انت عارف طبعا بس انا اعتقد ان يعني مش اعتقد، انا متاكد ان النادي الاهلي بلاعبيه بمسؤوليه يملكوا من الخبره اكيد ازاي يتعاملوا مع الامور اللي زي كده. فعشان كده انا مش قلقان من النقطه دي، وكل الثقه ان شاء الله في حكم المباراه المغربي، وان شاء الله باذن الله يقدم مباراه على الاقل تليق بيه هو. يعني في النهايه اللي زي كده بتفضل في الذاكره. يعني خطا منك قد يكون او يبان انه مقصود، يخرج فريق كبير على فكره، سواء للهلال او للاهلي الاثنين، يخرج فريق كبير، الهلال فريق كبير والاهلي فريق كبير. فلو واحد من دول خرج من البطوله بخطا منك انت، هيفضل في سجلك طول عمرك، خاصه انت حكم عربي، حكم مغربي، والناس على فكره ما بتنساش خالص الحاجات دي، ما بتتنسيش. فبالتالي لنفسك يعني، دايما بشوف الحكام المصريين والعرب لازم يدققوا ويركزوا في الحاجات، خاصه في الامور او المباريات اللي بيكون طرفين عرب، لابد انك تاخد بالك ان دي بتبقى في تاريخك، يا اما هتبقى صفحه بيضاء في تاريخك، يا اما هتبقى نقطه سوداء مش هتنسي لك من اي فريق انت تتسبب وتتسبب في اقصائه من البطوله. فاتمنى ان هو يكون على قدر المسؤوليه، وعلى قدر المسؤوليه لنفسه اولا ثم للاتحاد الافريقي ان شاء الله باذن الله. طيب تشكيل المباراه والتوقع لتشكيل المباراه، وحضرتك ذكرت في تقديمه اي مباراه على صفحات الجرائد بتركز في التقديمه من ناحيه التشكيل المتوقع، العناصر البارزه في الفريق. ممكن نشوف بادجي في البدايه، ممكن نشوف عناصر الخبره موجوده في البدايه زي احمد فتحي ووليد سليمان وعلي معلول وكذا عنصر ايجابي يكون خبره في الفريق،
لا انا اعتقد شايف الجزئيه دي ازاي. اعتقد ان اجاي هو اللي هيكون المهاجم اعتقد كده. و لا صعب ان من وجهه نظري صعب ان بلجي يبدا المباراه. هو ممكن يكون خد فرص. كل دي رؤيه كل دي وجهه نظر مش معلومات. ممكن يكون خد فرصه في المباراه اللي فاتت وكان في اصرار ان هو ياخد فرصه في المباراه اللي فاتت عشان ياخد وقت اطول في مباراه الهلال. لكن انه يلعب اساسي ما اعتقدش. لكن برضو خليني اقول لك ان فايلر ما حدش يتوقعه من سير كل المباريات. مفيش حد كتب تشكيل في مره طلع صح بنسبه 90% 90% حتى لو اختلاف ممكن تختلف على لاعب او اثنين. بتلاقي تشكيل غير. يعني انت مثلا لو بتكلم في الشكل الطبيعي لاي مدير فني ممكن يتوقعه لفايلر ان في خط الدفاع بكره يوم السبت هيلعب برامي ربيعه جنبه ياسر ابراهيم. ممكن تلاقي محمود متولي جنب ياسر ابراهيم عادي جدا من فايلر تتوقعه. فممكن تلاقي احمد فتحي وارد ومن وجهه نظر احمد فتحي هو اللي هيبقى باك يمين مش محمد هاني. يعني المباراه اللي ذاكرها عايزه خبرات وعايزه مجهود بدني وعايزه قوه ممكن فايلر يشوفها من ناحيه ثانيه خالص. يقول لك مباراه زي كده بلاعب فريق عنده دفاعات بدنيه وسرعات بدنيه ولياقه بدنيه وصغيرين في السن ممكن اعتمد على محمد هاني. كلها حسابات احنا مش عارفين ايه اللي بيدور في دماغه. لكن لا خلاف عليه طبعا ان ديانج والسولية هيكونوا في دول لا غنى عنهم في وسط الملعب طبعا. ولاعب زي حسين الشحات طبعا هيكون موجود. وليد سليمان او قفشه اعتقد ان قفشه هيكون موجود. اعتقد ان وليد هيكون على يعني ممكن ينزل في اخر 30 دقيقه اعتقد. يعني اللي كتب في الاعلام والسوشيال ميديا بخصوص قفشه لانه كمان كان غير صحيح. قفشه كان رؤيه فنيه من ريني فايلر لهدف معين ممكن عشان يشوف المباريات الجايه او يبدا يحضره نفسيا ويجهزه ان هو لا في لحظه لو مش جاهز يلعب بلاعب مكانه. انت عارف اللي كان يضايق ايه؟ اللي يضايق اصرار الناس على التأكيد بعد النفي. التأكيد بعد النفي يعني بمعنى ان قفشه مش هنقول ان قفشه لما يتعرض الموضوع هو ما نفاش. الناس اللي كان متصور معاهم او صور معاهم نفوا. الكابتن سيد عبد الحفيظ نفى وقفشه برضه في يعني بعيد عن الاعلام حلف ان ده ما حصلش. قبل النفي كله عندك مدير فني طلع قال ان استبعاده لاسباب فنيه والناس الفني على فكره يعني الناس الفني بيبقى واضح. الناس اغفلت حاجه مهمه جدا على فكره. ريني فايلر مش من نوعيه المديرين الفنيين اللي بيخبي بالظبط. ما هو عمل طلع قال على الهواء صالح جمعه مش معايا. طلع قال على الهواء كده وقال ذهنيا مش معايا مش مركز معايا. لما المدير الفني يطلع يقول لك على الهواء ان في لاعب مش موجود معايا فتره مش هيخبي على لاعب مثلا راح لعب مباراه خمسيه ابدا. هو شايف من وجهه نظره ان اللاعب عايز لازم يريح دلوقتي خلاص نحترم ده. لكن بتلاقي بقى ناس بتقسم على السوشيال ميديا او يعني بتاكد الواقعه بعد كل النفي ده. ده كان بالنسبه لي شيء غريب. وهو دايما بص دايما النادي الاهلي بالنسبه عند بعض الناس زي ما بيقولوا المثل الشعبي كده قطته جمل. دايما عارف انت هو القطر اللي ماشي ده ماشي حلو ليه؟ لازم يعطل. ما يعطل ازاي؟ مش عارف اعطله في الملعب. لا طب ما اعطله باي كلام. هي السوشيال ميديا فيها لجان الكترونيه ممكن تصدر لك الصوره السلبيه دي ولا السوشيال ميديا دي طبيعتها؟ لا في الاثنين. الاثنين؟ طبعا الاثنين. في ناس بتشتغل على ان انا مش قادر اجريك فهحاول اعطلك باي شيء باي شكل من الاشكال. وفي السوشيال ميديا قصه ان اللي هو التواتر التناقل. حد يكتب حاجه فده يشير وده يشير وده يشير بتلاقي مره واحده وممكن ترجع لاصل خبر. يعني هل من المعقول فيديو مثلا زي اللي هو السوداني اللي هو مثلا السوداني الشخص كميه ناس شافت الفيديو بشكل مش طبيعي. طب انا فرضنا مثلا انا ما بقولش على ده فرضنا واحد مختل مثلا طلع يتكلم ولا اي حاجه مثلا كميه الملايين تشوف واحد مختل بيتكلم. ما برضه فيها حاجات سلبيه بتحصل كتير. وانا احيانا وده عن تجربه احيانا السوشيال ميديا بنسبه قد تصل ل 50 60% احيانا مش بقول على طول ممكن تصدر لك صوره غير حقيقيه. لان انا عن تجربه شفت ده بيبقى في اكونتات او جروبات ممكن تبين لك انتمائها ان هي معاك وفيها غرض اخر او في شكل اخر هي ممكن ما تكونش بتشجع النادي او مش مع النادي فبتصدر لك الصوره ان هي معاك وبتشجع النادي لكن في نفس الوقت ليها اهداف ثانيه عشان تصدر لك صوره سلبيه بس او توصلك لمعلومات غير حقيقيه. خد بالك من نقطه مهمه جدا. احنا دلوقتي بنرصد الجانب السلبي لكن لو رصدنا الجانب الايجابي لا في ناس انا بتكلم على الجزء السلبي مش بتكلم على الجانب الايجابي. الجانب الايجابي موجود وعارفينه لابد ان احنا كمان نشيد بيه وعارفينه
طبعا لو تاخد بالك عارفين. اه طبعا. وفي تيمات معينه، في جروبات معينه موجوده على تويتر وعلى فيسبوك معروف اهدافها ايه، ومعروف ان هي دايما ورا النادي الاهلي ودايما ورا قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، واعرف فيها ناس مختلفين في بعض، بقول لك عارفينهم ومختلفين على فكره مع بعض القرارات في حاجات كتيره سواء فنيه او اداريه، لكن وقت الاعلان عن قرار كله خلف القرار، كله بيساند سواء رئيس نادي او جهاز فني او اختلف يعني تعبيرهم على المدير الفني او تغييراته. ممكن بتلاقيهم كمان بينتقدوا قبل المباراه تشكيل معين ويجي بعد الماتش يقول لك هو كان صح. ده بقى الجانب الايجابي اللي لازم دايما نتكلم عنه ونشيد بيه. وعلى فكره طول ما انت بتعزز وجود الجانب ده، ده هيكون هو اول حائط صد ليك انت ضد اللجان الالكترونيه، وهم اللي بيكشفوهم على فكره. يعني هم اللي دايما بيكشفوهم، جمهور السوشيال هو اللي بيكشفهم، هم اللي بيكشفوهم. هم عارفين العيبهم كويس. طيب عارف. التاثير الاول الصحف كان لها تاثير كبير لما كان العدد محدود، لا دلوقتي بعد كده المواقع، انا هوصل لك لمرحله الهرم، هوصل للهرم راس الهرم. بعد كده بقت المواقع الالكترونيه، بعد كده انت بتتكلم على الميديا التلفزيون، بعد كده دخلت على السوشيال ميديا والجروبات والبيجات والكلام ده كله. التأثير بقى أقوى من السوشيال والدرجات الأخرى تضاءلت بنسبة كبيرة؟ ده حقيقة، ده حقيقة ولابد التعامل معاها، والإنكار أو إنكارها مش هيفيد. لابد إنك تتعامل معاها وتشوف هتتعامل معاها إزاي، تستفيد منها إزاي وتتفادى سلبياتها إزاي. ده مهم جدا. أنا ما بقولش إن دور الإعلام مش موجود، لا دور الإعلام موجود طبعا. وهو على فكرة، طب هو أصلا السوشيال ميديا بينتقي أو يتلقى معلوماته منين؟ من الإعلام. فاصبح انت لو انت خدت بالك، بس انا حاسس انها بقت معكوسه. لا بقيت بشوف دلوقتي الاعلام او الصحافه بتاخد معلوماتها من السوشيال ميديا. ده الاعلام الهابط اللي احنا مش عايزين نتكلم عنه. بس بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، بيحصل وبس في الاخر الاثنين. وحصلت مواقف، مره كان السوشيال ميديا بيعمل كمين في كذا خبر ومعلومه والناس بتشربها. طبعا ما هو زي ما بقول لك الاعلام الهابط مش هابط بمعنى قناه معينه، لا الاستسهال، فكره ان الاستسهال. طبعا فكره ان بلاقي خبر يعني في كذا مكان سوشيال ميديا، فانا باخد الخبر زيهم وبحاول ان اتكلم زيهم. فده مش اعلام هابط بقى، اعلام هابط بمعنى اللي هو بيقدم محتوى هابط. هابط ليه؟ لانه لم يتاكد من اي مصدر كان ورا الخبر ده ايه. بس فمش قصه انت بتنتقد لمجرد الانتقاد، لا انت بتقول هابط لانه ما بيقومش باساسيات الاعلام المفروض يقوم بيها. المفروض انت تكون مغذي للسوشيال ميديا مش العكس. مغذي طبعا للسوشيال ميديا مش العكس. العكس طبعا. انت اللي انت المفروض اللي بتصنع الاحداث وهم بيعلقوا عليها. انت فاهم؟ مش العكس. طيب على المستوى الشخصي او المستوى المهني، ايه اللي رصدته خلال الساعات القليله الماضيه او موضوع اللي لفت انتباهك؟ لفت انتباهي فعلا ان 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 مش لفت انتباهي قوي، لكن التركيز اكتر من الجمهور على المباراه. يعني دايما تحس او لما يجي حد يقعد يتكلم او يطرح اي طرح حتى ولو كان مهم، بتلاقي دايما الجماهير تقول لك معلش كلمنا على الماتش، او مفيش حاجه في دماغنا دلوقتي غير الماتش، او في حد يجي يدخل مدخل معين لانتقاد قرار ما او اي حاجه يقول لك احنا مش فاضيين دلوقتي. تحس ان الجماهير او الجمهور الاهلي هي اللي هتلعب، هي اللي هتلعب وتشارك، وهي اللي عايزه تركز. تاخد بالك ليه بقى؟ لانهم شافوا ان في متابعه من اللاعبين للسوشيال ميديا، وما عارفين. وهنا بقى عايز اقول حاجه، قصه انتقادك للاعب في النادي الاهلي بعد 31/1 اللي هو خلاص انت مشيت كل لعيبتك اللي المفروض تمشيها، واللعيبه اللي موجوده معاك هي موجوده معاك لاخر الموسم، انتقد زي ما انت عايز. خد بالك دلوقتي انا ما بوجهش اي حد من الجماهير، لكن بقول له سلبيات بعض التصرفات بتوصل ليه. انا شفت رد تقريبا من احمد الشيخ النهارده على السوشيال ميديا على حد يعني مبسوط انه اصيب وانه استبعد. قد يكون انت مختلف على اداء لاعب عندك بشكل معين، تمام تمام، ومن حقك انك تقول له لو سمحت او حاول تليق، مش عارف احمد الشيخ مع كل اللعيبه بشكل عام، حاول تؤدي بشكل يليق بحجم وقيمه النادي الاهلي. من حقك انك تشوف في لاعب معين مش انت مش مقتنع بيه، لكن
ما توصلش لمرحله انك تهد اللاعب ده. ليه؟ دلوقتي عندك ما يقرب من 6 شهور كامله هم المجموعه اللي موجوده عندك دول لغايه نهايه الموسم، هم اللي هتكمل بيهم افريقيا ان شاء الله لما نكمل باذن الله، او الدوري والكاس والسوبر ايا كان. فلما تهد اي لاعب انت بتخسر لاعب لنهايه الموسم. النادي الاهلي يعي ويدرك مين هيكمل معاه ومين ماشي. على فكره ده بس ملف مش مطروح خالص مش وقت. يعني وعلى فكره وممكن يكون حدد اهدافه للسنه الجايه او جزء اكيد اي نادي بيشتغل على البطولات بيحط استراتيجيه السنه الجايه وهيكونوا بدل مين. تمام. ممكن اللاعب اللي انت مش مقتنع بيه ده بدل ما تفضل تهد فيه حاول تستفيد منه باقصى شيء حتى نهايه الموسم. وساعتها نبدا نتكلم مين يليق انه يقعد او مين عنصر بره في نادي تاني انا شايف ان هو هيضيف اكتر من لاعب عندي، وده موجود في كل انديه العالم. تمام. لكن ان انا اكون انا الاداه اللي تهد لاعب جوه الفرقه ده غلط. تمام. غلط وغلط جدا يعني. طيب في اخر 5 دقايق معاك في تصريح مهم جدا نازل لرئيس نادي الهلال السوداني اشرف الكاردينال عبر الاعلام والتلفزيون السوداني. عنوان الموضوع او عنوان التصريح: الاهلي نادي عظيم وكل ما يقال في الاعلام غير صحيح. هقول لك في تفاصيل الخبر او في تفاصيل التصريح. ابدا اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني سعادته باستقبال السفير المصري في بلاده وبعثه النادي الاهلي بملعب الجوهره الزرقاء. الاهلي من المقرر ان يحل ضيفا ان شاء الله على نظيره الهلال يوم السبت الساعه 9 مساء. وقال الكاردينال خلال تصريحاته لقناه نادي في قناه تلفزيونيه ليها ساعات بس معين كده على نايل سات للهلال السوداني، قال النهارده سعدنا سعاده تفوق الخيال. سعادتنا هو كرئيس نادي الهلال يعني سعادتنا سعدنا سعاده تفوق الخيال بوجود سفير جمهوريه مصر العربيه واعضاء السفاره ووفد النادي الاهلي هذا النادي العظيم، حيث شرفونا اليوم في ملعب المباراه التي تجمع الاخوين الاهلي والهلال. وتابع رئيس نادي الهلال: كل ما يقال في الاعلام هي مسائل غير صحيحه، سواء ان جماهير الهلال تقول ان النادي الاهلي غير مرحب به في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي محترم وتاريخه وادارته كذلك، ومصر والسودان جزء واحد، ونتمنى ان تكون المباريات لتعزيز العلاقات بين الشعبين. واتم الكاردينال حديثه بالاشاره الى ان تتويج اي من الفريقين بالبطوله هو مكسب للدولتين. تمام. اذا تصريحات رئيس نادي الهلال كلها بتاكد على اعتزازه وسعادته بوجود سفير جمهوريه مصر العربيه ومسؤول النادي الاهلي في مقر الهلال وفي ملعب الجوهره الزرقاء، وبيأكد على ان ما يصار في الاعلام لكنه لم يحدد اي اعلام او اي جهه. تصريحات بشكل عام طبعا تصريحات مسؤوله بشكل كبير وفي توقيتها وده برضو وعبر الاعلام السوداني كمان، ده بيأكد ان الكلام اللي قلته لك الاول ان تحرك النادي الاهلي السريع للدفاع عن حقوقه والتامين وحاجات كتير زي ما بقول لك انه عايز يتلافاها حصلت قبل كده، ده يبين لك الاهتمام. انا قلت لك الناس كانت شافتها بتخوف، وانا شفت ان ده عنصر ايجابي حصل للنادي الاهلي في توقيته. طبعا اللي حصل كان عنصر ايجابي ادى اهتمام كبير جدا للمباراه. طبعا المباراه كله شايف ان هي مهمه، لكن لما تنتقل الامور لحجم انك تتكلم عن تامين نادي بحجم النادي الاهلي في مكان او بلده الثاني السودان ويكون في شكل كده، هيبدا ده يستنفر الاشقاء في السودان قبل ما يستنفرنا احنا. صح. الناس عايزه تثبت لا انت في مكانك انت في بلدك، ما ينفعش اي واحد موتور او اثنين او ثلاثه او اي مجموعه او اي جماعه تطلع تقول لك انك غير مرحب، فهو ده هي دي الصوره اللي تبقى مصدره من عن الاشقاء في السودان. احنا نتمنى ومش نتمنى احنا متاكدين ان كلام رئيس النادي اشرف الكاردينال رئيس النادي هو كلام مسؤول، وهو ده الكلام اللي هيلاقيه النادي الاهلي ان شاء الله في السودان. واي اجواء جماهيريه هتلاقيها في المدرجات هي اجواء معتاده على مباراه بالحجم المباراه. تمام. بس استاذ خالد التريبي انا بشكرك، شرفتني ونورتني وسعيد بالحوار معاك، واتمنى ان شاء الله نشوف مباراه كبيره بين فريقين ان شاء الله، وان شاء الله يكون الحليف التوفيق حليف النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. ان شاء الله باذن الله نتمنى كده باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ خالد. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا في ختام حلقه النهارده من الاهلي الليله، بنتكلم عن الصحافه الرؤيه الاعلاميه لمباراه الهلال والاهلي، وبالتاكيد نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في هذه المباراه وتخطي هذه العقبه، لانك في النهايه بطل، وطالما البطل بيلعب على الكاس وبيلعب على البطوله اكيد هتتعرض لبعض المطبات، وفي النهايه طالما انت قادر على الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله هتكون قادر
على تخطي هذه المطبات وهذه العقبات، وفي النهاية القدرة أيضا والروح إن شاء الله هنشوفها في الملعب من خلال 11 راجل مع الثلاثة كمان التغييرات اللي هتحصل في المباراة من قبل ريني فايلر، عشان نقدر نتخطى هذه المباراة ونتصدر المجموعة ونكون جاهزين بقى بتفاصيل وكلام وأجواء تانية لدور الثمانية وقرعة دور الثمانية إن شاء الله اللي هتكون يوم الأربعاء القادم في القاهرة إن شاء الله. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.